تعالوا بقى نشوف مين طلع فوق معانا النهارده ومين نزل تحت. اول واحد معانا فوق النهارده هو السيد وزير الداخليه اللواء مجد عبد الغفار ومجموعه الداخليه كلها. الحقيقه لانه النهارده في بيان رسمي تم الاعلان عن ضبط 12 من الكوادر الارهابيه لحركه حسم الاخوانيه الارهابيه قبل تنفيذها لاعمال تخريبيه بالبلاد. وزاره الداخليه قالت في البيان بتاعها النهارده ان تم التعامل مع هذه العناصر وفق خطه اسفرت عن كشف تورطها في الاعداد والتخطيط الفعلي لتنفيذ سلسله من اعمال العنف بتستهدف رجال شرطه وقضاء وقوات مسلحه. اتقبض على 12 واحد معاهم مجموعه من الاسلحه والذخائر عباره عن 13 قطعه سلاح مختلفه الانواع، منهم 9 بنادق اليه وواحد رشاش هيكلر. الناس دي داخله حروب يا جدعان، ده بخلاف 2 عبوه معده للتفجير تم ابطال مفعولها. كل التحيه لابطال وزاره الداخليه اللي بيواجهوا الارهاب. تحت النهارده وربما لاول مره معانا السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، اللي النهارده الحقيقه عمل تصرف محترم جدا وهو بيان النعي اللي طلع فيه وفاه طالب سقطت عليه العارضه في حوش المدرسه، حول المدير للتحقيق. لكن هو تحت النهارده لانه طلاب مدرسه التكنولوجيا في الاسماعيليه اصيبوا بالتسمم من وجبه مدرسيه. كلوا زبادي فاسد. 72 طالب، 56 منهم راحوا للمستشفى و16 اخرين راحوا المستشفى الحميه تحت الملاحظه. صحيح صحيح جميع الحالات مستقره ومفيش خطر ان شاء الله، لكن احنا سمعنا استعدادات كتير جدا جدا من وزاره الصحه ووزاره التعليم على ما يخص الوجبه المدرسيه. فينفعش نكون لسه في اول شهر في المدرسه ونقف قدام حاله تسمم كبيره بهذا الشكل. لذا الاثنين الحقيقه المفروض تحت. تعالوا نشوف مين طلع فوق بعد كده. اللي طلع فوق بعد كده السيد وزير النقل هشام عرفات، لانه الحقيقه هشام عرفات فوق لانه بعد سلسله من الخسائر قدرت هيئه سكه الحديديه تحقق ايرادات بلغت 167.1 مليون جنيه في شهر سبتمبر اللي فات، وده بيمثل ارتفاع في الايرادات مقارنه بالشهر اللي زي ده شهر 9 في سنه 2016 اللي كانت الايرادات فيه 145 مليون جنيه. اذا اللي احنا محتاجين نعرفه المكاسب دي اتحققت ازاي؟ لان لو عرفنا ان كان في تطوير، في اعاده تشغيل، في تنظيم، يبقى نشتغل على هذا الخط علشان نعلي من ايرادات السكه الحديديه وبالتالي نقدر نطورها. تحت بقى بينزل السيد وزير الصحه احمد عماد ومعاه الحقيقه انا مش عارف اقولها ازاي. بصوا يا جماعه النهارده كان في مناقشه في البرلمان. النهارده كان في مناقشه في البرلمان ما بين وزير الصحه وبين لجنه الصحه. فالحوار دار كالاتي: ما بتعملش كده ليه؟ قال لك يا جاري يا دوخي يكلف يا سيدي. الشطره بتغزل برجل حمار. ده الحوار. والله يعني تخيل كده. ده كان رد الدكتور احمد عماد وزير الصحه لما كان مجتمع مع اعضاء لجنه الصحه في مجلس النواب. النواب بيسالوه وبيقولوا له مش عارف ايه، ده يا فندم ما عملتش كذا، ده بس الوزير عندك نقص في كذا، فقام رد عليهم يا جاري يا طبخي كلف يا سيدي. فالمفاجاه ما جتش كده، المفاجاه انه النائبه الهام المنشاوي عضوه اللجنه قالت له لا يا فندم ازاي بتقول كده؟ دي الشطره تغزل برجل حمار. تخيلوا؟ ده الحوار اللي كان داير ما بين السيد وزير الصحه والسيد اعضاء لجنه الصحه في مجلس النواب على حال الصحه في مصر. ده مستوى من الحوار، مشهد مكتوب في فيلم من انتاج السبكي في حاره شعبيه مش ما بين مسؤولين في الدوله. عموما يعني لازم حاجات تطلع من الوقت التاني عشان الناس تضحك. فوق بعد كده بيجي الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه. ليه وزير الزراعه فوق؟ لانه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي الحقيقه رفعت حظر مؤقت، نجحت في ان هي ترفع الحظر المؤقت اللي كانت عاملاه دول الخليج المفروض على الحاصلات او بعض المنتجات الزراعيه المصريه بعد ما الدول دي اقتنعت بيه. تم تطبيق منظومه جديده لتطوير منظومه الصادرات الزراعيه المصريه، وده نجاح مهم جدا جدا انك تفتح الاسواق قدام الصادرات الزراعيه المصريه. من النوادر بقى ان يبقى موجود معانا تحت دلوقتي السيد وزير الكهرباء محمد شاكر بسبب شكاوى متكرره من حاجتين: اللخبطه اللي بتحصل في فواتير الكهرباء، دي نمره واحد. نمره اتنين ان طريق ابو زارع في شارع جسر الكنيسه في منطقه المنيب، شارع جسر الكنيسه انا اسف، في منطقه المنيب في محافظه الجيزه كابلات الكهرباء فيه مفتوحه. الصور
الصور اللي حضرتك تشوفوها غريبة جدا. بص الصور الأكشاك مفتوحة، أي حد ممكن يموت فيها. بلاش دي، أي حد ممكن يسرق الكابلات دي. طب مين يضمن إن الطفل ما يروحش ناحية الكابلات دي ويتعور؟ ده بسيبك من كوم الزبالة اللي جنبها، إزاي كابلات الكهرباء وأكشاك الكهرباء مفتوحة كده وترجع تبوظ ويرجع حد يعمل فيها عملية تخريبية ونرجع نشكي أو يرجع حد يموت؟ فده بلاغ للسيد وزير الكهرباء. فوق بعد كده بيطلع السيد محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لأن لجان وزارة الري الحقيقة أعلنت عن خلو مخرات السيول من الحشائش والمخلفات وأي عوائق تمنع سريان المياه. أعتقد إنه ربنا يستر، دي حاجة حلوة إنك بدري بدري كده قبل موسم الشتاء تكون بتراقب مخرات السيول. ده كلام مهم جدا من وزارة الري الحقيقة. الوزارة كمان أعلنت إنه أكتر من 117 مخر صناعي جاهزين لاستقبال أمطار وسيول. ركزوا في الكلام ده، ركزوا في الكلام ده عشان لو حصل حاجة ما حدش يقول لك أصل ما كناش شفنا. الكلام ده معناه إن مخرات السيول جاهزة. يعني إحنا تمام مع الوزير، فإن شاء الله يا رب يسترها ما يحصلش حاجة. بعد كده بينزل تحت السيد محافظ الشرقية خالد سعيد، أنا تعبت لحضرتك من وجودك في هذا المكان. أنا تعبت لحضرتك من وجودك فزا. نفسي مرة أقول اسم المحافظ خالد سعيد وأنا عامل كده، أو نفسي ما نجيبش فوق ولا تحت. الحقيقة في شكاوى من عشرات الأهالي في قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس محافظة الشرقية بسبب إن المنازل والبيوت غرقانة في الصرف الصحي ومفيش كلام بعد الصورة. دي بيوت، دي بيوت ناس مواطنين، شبكة الصرف الصحي متهالكة، دي بيوت ناس هتقع، أمراض، وجع، إحباط، كل ده ومحافظة الشرقية ما بردش على شكاوى الناس. مفيش عربية واحدة تتحرك عشان يعني تسحب المية وتشوف حل جذري لهذا الأمر. فوق بعد كده بيجي السيد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعات البناء والأخشاب. ليه؟ لأنه أخيرا في حد عارف وأدرك أهمية هذه الصنعة في البلد ده. امبارح مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين في صناعات البناء والأخشاب احتفل، ركزوا عشان ده نقطة مهمة جدا، بأول دفعة من المتدربين الحاصلين على الشهادات الدولية المعتمدة من مؤسسة سيتي أند جيلدرز البريطانية. الدفعة الأولى من المتدربين عددها 293 متدرب، منهم 109 متدرب في مهنة التركيبات الكهربائية، و89 في السباكة، و85 في مهنة التبريد والتكييف، و10 متدربين في أعمال الدهانات. الحرف اليدوية مهمة جدا، والبحث عن عامل دلوقتي بقى عامل زي البحث عن إبرة في كوم قش، والتأهيل مهم جدا جدا جدا. كل التحية على هذه الخطوة. تحت بقى محافظ آخر اللواء محمود عشماوي محافظ القلوبية، لأن في لجنة من حي شرق شبرا الخيمة كشفت عن مخالفات بعدد من المستشفيات الخاصة خلال حملة التفتيش على ثلاث مستشفيات خاصة شهر 15 مايو، و الشكاوى كلها ايه؟ مخلفات خطرة. يعني برضو مستشفيات الناس ترجع بص تفضلوا دم وحاجة، يعني ده مستشفيات خاصة، فده المحافظ تفضلوا جرادل، فالناس تدخل تتعالج تطلع بأمراض، الدكاترة تدخل تعالج برضو تطلع بأمراض. فليه يا جماعة ما بنشتغلش؟ ليه؟